طبعا هذه مو زيارة الأولى لي في صلالة، والجميل فيها يعني من البلدان اللي أنا أتمنيت يوم من الأيام إنه يكون لي مكان وسكن هني، الواحد يغيب عن الدنيا في هالخضار وهالجمال وهالبراد. الخليج كله الحين نار، وهني قطعة كلها خضار وبراد. طبعا أنا سعيدة باستضافتي في هذا المهرجان الجميل اللي في سنة من السنوات كنت جزء من هذا المهرجان بعروض مسرح. بالنسبة لي أنصح الكل يزورون هذه المدينة الجميلة صلالة في سلطنة عمان، خضار جمال هدوء، شعبها جدا راقي مضياف طيب، كل شيء الإنسان يبيه في مكان راحة بيحصله هني. فنصيحتي لكم لازم تزورون هالمدينة وانتظرون الليلة في ليلة النجوم في ليالي المهرجان على تلفزيون سلطنة عمان.